أهلا بكم مشاهدي الكرام، وحديثنا الآن رح يكون على أو عن جهاز المناعة، هذا الجهاز الهام كبقية أجهزة الجسم اللي يعني بتعلق بقضايا مهمة وإنعكاساته كتير مهمة على الجسم. إذا كان ضعيف فالضعف بينعكس على الجسم، وإذا كان قوي أيضا القوة تنعكس على الجسم في الأداء بشكل عام. رح نتحدث على جهاز المناعة والعوامل اللي بتأثر في ضعفه أو في تقويته، كل هالتفاصيل إن شاء الله راح تكون مع ضيفتنا اللي هي مختصة فيما يتعلق بالغذاء وصحة الغذاء والدواء، الدكتورة سناء جمو عماري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وأيضا حضرتك رئيسة اللجنة الصحية في جمعية حماية المستهلك الأردني، فكل هالمعلومات اللي عندك أنا متأكدة أنك بتوظفيها من خلال هاللجنة، وبالتالي نتمنى أنه يكون ما نستهلكه من أطعمة وأغذية يعني في حماية الجمعية إن شاء الله إذا يعني الله راد. نعم نعم، تعمل الجمعية جاهدة لكن ما عندها قانون مزبوط. يعني تنطلق من خلاله، لكن نعتمد على التوعية وعلى بس يلا أنت في معلومات عم تعطينا إياها وبالتالي إحنا بننشرها. نعم. ونتمنى إن شاء الله هالمنبر يكون منبر نقدر نوصل فيه معلومات. نعم، أنتم مشكورين بهذا البرنامج بأنه كثير من القضايا بتوصلوها. الله يسعدك، وأنت مشكورة لأنه معلومتك فيها خلفية علمية و يعني وموثقة ومؤكدة. أشكرك. الحمد لله. أشكرك. دكتورة سناء، إحنا نحكي على جهاز المناعة، فبالتالي بدنا نتعرف من حضرتك شو العوامل اللي بتأثر في ضعف جهاز المناعة. يعني إذا جينا لجهاز المناعة بما يتعلق بالغذاء والعوامل التي تضعفه، نجد بأنه أهم إشي هي مركبات الأكسدة، من أهم العوامل اللي بتسبب ضعف المناعة في الجسم. وأيضا يعني هلأ كل الدراسات والعلم بتوجه بأنه عندما يضعف جهاز المناعة بصير الإنسان معرض أكثر لأمراض وأمراض خطيرة. يعني حتى الحساسية أصبح جهاز المناعة مسؤول عنها. فبالتالي العديد من الملوثات في الغذاء أو حتى طبيعة الغذاء ممكن إنها تسبب في نقص المناعة في الجسم. ويعني ننتقل لموضوع اللي بنسميه الجذور الحرة اللي بتتكون في الجسم، اللي هي مركبات بتكون غير مستقرة، غير مزدوجة المدار الأخيرة، اللي هي الفري راديكلز. نعم، هي الجذور الحرة، يعني هي المواد المتأكسدة عندما تدخل الجسم هي بتعمل عبارة عن سلسلة مع الوقت، فهي تهاجم الخلايا والخلية بتغير من طبيعتها، فبصير انقسامها غير طبيعي. وطبعا على المدى البعيد في عنا أول شيء نقص مناعة، ومن ثم عنا الخطورة بأمراض السرطانات وأمراض أخرى. فيعني هلأ حتى بدنا نحكي، إذا حكينا عن الحساسية بدنا نحكي عن جهاز المناعة، كيف ممكن نقويه حتى نستطيع بأنه نتجاوز موضوع الحساسية. يعني خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول. نعم، كثير من للأسف العديد من المواد الغذائية اللي إحنا ما بندرك مرات بأنها هي ممكن تعمل لنا مشاكل صحية. يعني إذا إجينا نأخذ المنتجات بالتسلسل، لو أخذنا بدأنا من منتجات الألبان، يعني ضروري جدا إحنا بنعرف في الحليب ومنتجاته بطبيعته إذا كان مصنع من حليب طازة يعتبر من المواد المغذية للجسم وبيعطيك كثير من القيمة الغذائية. لكن للأسف عندما يستخدم الزيوت المهدرجة في تصنيع اللبنة وتصنع أيضا من حليب بودرة متأكسد، فإحنا بالتالي عملنا نعمل مشكلة صحية، وهذا ما بيسمى باللبن التركية أو الصلصة التركية. هون مننبه الناس بأنه اللي بيشتروا اللبنة من المحال التجارية إنهم يميزوا بين اللبنة التركية واللبنة البلدية اللي إحنا معتادين عليها. اللبنة البلدية دائما بتكون مبرغلة، بينما اللبنة اللي تركية المصنعة من الزيوت المهدرجة والحليب المتأكسد هذه أول إشي بيضاء زيادة زي الزبدة هيك. نعم، ملساء، سهلة الانسياب. يعني لما بتحطيها على الخبز طبعا ما هي مش من إشي مهدرج، حلوة المذاق.
يعني الأطفال بيستصيغوها لكن هي خطرة جدا على صحة المستهلك. أيضا إذا إجينا للحليب، في عنا الحليب الطازج المبستر اللي على 72 درجة مئوية لمدة 15 ثانية، هذا حليب طازج فهذا مدة صلاحيته يومين 48 ساعة، بدنا نميزه. بينما الحليب المصنع اللي بسموه UHT ميلك اللي هو الحليب المعقم أو طويل الأمد، طويل الأمد معقم، هذا الحليب أيضا للأسف يصنع من حليب بودرة متأكسد بالأصل. بس إلا إذا كان إلا إذا كان مكتوب إنه مصنع من حليب بقري. نعم طازج. نعم. يعني في كتير أنا شفت عبوات حليب. نعم. كاتبين وللامانه، بس طبعا كاتبينها هيك بطريقه صغيره هيك على صغيره بحيث انه بس أنا هذا ما يثير أنا الشك اذا كانت صغيره. انا من ورا الدكتوره سناء صرت افتش اشوف اذا الحليب مجفف. نعم اذا ما نعم. لا حقيقة الأمر يعني إحنا بحماية المستهلك استقصينا الوضع كاملا، لا يوجد عندنا في الأردن حليب من حليب طازج، حليب معقم من حليب طازج، معظم ما يصنع محليا حتى المستورد من بعض الدول العربية من حليب بودرة بالأصل ومتأكسد. فيعني حتى لو كتب أو لم يكتب إحنا قصينا الوضع ويعني متأكدين من هذا الوضع. هلا زمان معناته كثير كانت أزبط الحياة لما يجي الحلاب طبيعية مباشرة، الألمنيوم سطل ألمنيوم معه ونأخذه بهالدار بهالطنجرة ونغلي. كان أزبط الأمور. بس وين هلا هذا مدة صلاحيته؟ يعني ممكن يميزه المستهلك بأنه مدة صلاحيته 4 أشهر. يعني هون إحنا كمان بنتوجه للصانع وللمنتج أنه رجاء بأنه هاي صحة مواطنين، أنه نرجع لأصولنا في التصنيع. صحيح. نعم. طيب إذن أيضا إذا توجهنا أيضا إذا لأمور أخرى غير الحليب ومنتجاته، إجينا لأنواع الدهون اللي بنستخدمها. فأهم إشي نستخدم زيت الزيتون، لأنه زيت الزيتون ما فيه أي مواد كيماوية، يعني من الشجرة للحجر ومباشرة للمستهلك ما في أي معاملات. بينما الزيوت النباتية الأخرى بصير عليها عملية استخراج وفي بعض المذيبات تستخدم فيها، فبضل في تريسز يعني كميات بسيطة جدا من المعادن موجودة في هاي الزيوت. أنا ما بقول إنه ما نستخدمها نهائي، لا، بس ما نركز فقط على استخدامها. يعني مثلا في القلي مضطرين نستخدمها، لكن في طبخنا العادي نلجأ لزيت الزيتون وإلى السمن البلدية في الحالات اللي إحنا بحاجة إلها. يعني نطبخ منسف بسمن البلدية لأنه إحنا عم نأخذ زبدة الحليب، يعني الحليب الطبيعي أخذنا زبدته وصنعنا منها الزبدة السمن البلدية، والحليب نفسه عملناه جميد. فبالتالي يعني رجعنا كملناهم لبعض. فعشان هيك ما في ضرر كبير زي ما الناس بتتوهم بأنه من هاي الأنواع. فنركز دائما على زيت الزيتون وعلى السمن البلدية في الأنواع الأغذية اللي إحنا بحاجة إلها أنه نستخدمها. طبعا الجسم نفسه كمان ممكن أنه يعمل اللي بنسميه الفري راديكلز، لانه بطبيعه الجسم في تفاعلات معينه. فاحنا حتى يعني نتلافى هاي الشغله، في كثير من المواد الغذائيه اللي احنا لازم نستهلكها حتى نبتعد عن او انه نحمي جسمنا من الفري راديكلز. من اهم هاي المواد عندنا اهم شيء بالنهار ناخذ 5 أنواع من الخضار والفواكه ب3 ألوان، يعني الأصفر أو البرتقالي والأحمر والأخضر، فنوزعهم على 3 يعني 5. يعني يكون في عنا 5 مثلا الخضار الخضراء، تكون مثلا الوجبة الغداء السلطة فيها الفليفلة خضراء، فليفلة حمراء، فليفلة صفراء، جزر، الفاصوليا الحمراء الغامقة. هلأ إذا إحنا حاولنا يوميا أن نأخذ هالخمس مواد خضار أو فواكه وخضار وفيها 3 ألوان، إحنا بنحمي جسمنا
يوميا من تكوين الفري راديكلز فيه. الجذور الحرة، الجذور الحرة، الحرة اللي هي جذور الحرة، هذه اللي هي فلتانة في الجسم، فلتانة، فلتانة في الجسم، واللي هي بتساعد على نمو الخلايا السرطانية. نعم نعم نعم. طيب. هلا المشكلة أيضا بأنه هناك بعض المواد الكيماوية اللي بتجينا من الغذاء، مثلا زي في بعض كمان منتجات الألبان للأسف بيستعملوا فيها سوربات أو حمض السوربيك، هذا الحمض كمان بيضعف المناعة في الجسم. يعني ليش بيستخدموه أصلا؟ بيستخدموه لحفظ الألبان لمدة صلاحية يعني طويلة. فإحنا إذا وجدنا إنه اللبن واللبنة، هلا اللبن، اللبنة معروفة العادية الطرية أسبوعين مدة صلاحيتها، إذا زادت عن الأسبوعين لازم نشك بأنه هاي المواد مضافة. أو مرات أنتيبيوتكس بيستعملوا أنواع من المضادات الحيوية أيضا. فدائما إذا مدة صلاحية اللبنة ظلت أكثر من أسبوعين معناته أنا بدي أبدأ أشك بأنه هناك مشكلة معينة. أيضا اللبن إذا أكثر من أسبوع لعشرة أيام وما صار ريحته وطعمه بميل إلى الحموضة القوية، كمان دلالة على أنه هناك إضافات حتى تمنع تكاثر الفطريات فيها، فبالتالي بتلاقي طعمها بيكون مستصاغ بعده، فهذا غير مقبول. أكيد في إضافات في وسيط غذائية، في وسيط بالموضوع بيكون. نعم نعم، لأنه هاي مدة صلاحيته. طيب إذا نعم. هلا الخضار، هلا مهم نعرف عن الخضار. نعم. اللي هي الخمسة بألوانها. نعم. الخضار والفواكه. نعم، بدي أركز على نقطة معينة لأنه هلا إحنا بنعاني من البندورة، مشكلة إصابة البندورة في نوع من أنواع الآفات. هلا البندورة من أهم المواد الغذائية اللي هي مضادة للأكسدة، ولكن بنفس الوقت ممكن تكون مشكلة كبيرة عندما تكون فيها كميات كبيرة من البستيسايد اللي هي المبيدات الحشرية. مبيدات الحشرية، المبيدات الحشرية أيضا من أهم العوامل اللي بتعمل فري راديكلز بالجسم. فبالتالي هلأ من ناشد المزارعين إنه ما يحاولوا يرشوا محصولهم بكميات كبيرة من المواد، وإنهم يتبعوا المصائد الطبيعية اللي بسموها فورمالين. هاي مصائد هي تصطاد هذه الحشرة يعني بتقضي عليها، مكافحة طبيعية. نعم نعم، والابتعاد عن الرش الكثير. هلا المستهلك حتى يميز هذا الموضوع، زر البندورة لما يفتحه لازم يكون من الداخل أحمر وليس مائل إلى البرتقالي أو الأصفر، تكون بدوره لزجة لزجة وليست ناشفة. يعني حتى المادة اللزجة اللي فيه بتلاقيها مايلة إلى النشفان، فكمان لازم تكون لزجة باللون الأحمر القاني الطبيعي. هيك إحنا بنقدر نميز إنه هذا زر البندورة طبيعي. بينما إذا كانت ناشفة وبتميل، يعني مرات بتحسي زي كأنك بتقطعي زي مزع الورق وأنت بتقطعي ناشفة فيها. ناشفة. نعم مزبوط. نعم، هون دلالة على خطورة كبيرة بأنه في كميات كبيرة من المبيدات الحشرية استعملت في هذه المنتجات. نعم. طيب هلأ إحنا حكينا على الأطعمة، وحضرتك مرة ذكرتي على نوع من أنواع الأطعمة اللي ممكن تكمل بعضها، ممكن تصير شوربة. نعم. بتساعد في تقوية جهاز المناعة وخصوصا للمصابين. نعم. بالسرطان واللي بتعالجوا. نعم. علاج. نعم. كيماوي. نعم. هلأ حالتهم كتير صعبة، أنا شفت ناس. نعم. بتعالجوا علاج. نعم. كيماوي، في تداعيات وفي صعوبة وفي شعور سيء وفي هبوط في المناعة. نعم. وبالتالي أكيد. هم معرضين يعني يعني معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بأخذ العدوى ونقل العدوى وإلى آخره. فحضرتك يعني اقترحتي نوع من أنواع الشربات. نعم. يمكن مكتوبين عنا. نعم. وإن شاء الله أنا بوعد السادة المشاهدين أنه اليوم أو خلال يومين رح نحطهم على اليوتيوب أو على موقع التلفزيون الأردني ضمن برنامج يوم جديد، نحط هالوصفات لأن هي وصفات طويلة شوية، وصفات فيها مواد غذائية كلها مضادة للأكسدة. نعم. يعني ممكن تم تحضيرها بهاي الطريقة. هلا ممكن إحنا نبث إشي منهم، مش نعم. إحنا أعطيتينا. نعم. وصفات ممكن نبثهم خلال حكينا مع الدكتورة سناء الآن، ممكن نبثهم وتحكي تعلق عليهم الدكتورة. نعم. سناء، بداية مريض السرطان ربنا يشافي الجميع. يعني بأخده للعلاج وخاصة الكيماوي ومن ثم الراديشن الأشعاع. إلا مناعة الجسم تنزل عنده وبتنزل بشكل كبير كتير. فهو يعني بيصير الخطورة كبيرة من إنه نقص المناعة
الشديد، فإحنا بدنا نقوي هذه المناعة. من أهم الأشياء اللي لازم ياخدها أهم إشي وهو حليب الإبل، لأنه مش لأني بغاوز مع حليب الإبل لأنه كانت دراستي في البي اتش دي، بس هي واقعة حقيقية للمكونات اللي فيه كيف ممكن إنها ترفع المناعة. تاني شغلة لازم ياخد يوميا 4 قلوب من الجوز، الجوز لأنه غني جدا في مادة السيلينيوم. طبعا بدنا ننتبه إنه يكون طازج جدا، إنه ما له أي رائحة غريبة أو أي تزنخ، يعني يكون جوز طازج. هذا يوميا مع 3 أو 4 حبات من التمر، هذا يوميا صباحا بده ياخده. هلأ الوجبات الأخرى، المريض اللي بياخذ الكيماوي بيكون عنده صعوبه بانه ياخذ مواد يعني صلبة. جامده او صلبه، فبالتالي اذا بحاول انه هاي المواد او الشوربات اللي شفناها، نعم هاي كلها مواد مواد مضاده للاكسده، يعني غنيه في الفاصوليا الحمراء، يعني الفاصوليا الحمراء كل ما كانت غامقه كل ما كانت مضاده للاكسده. في عندنا الملفوف، في عندنا البروكلي، في عندنا الجزر موجود فيها، في عندنا الشوفان، في عندنا العدس، كل هاي الامور كلها بتساعد على تقويه المناعه. جربتيهم دكتوره هدول كشف؟ نعم. زاكي طعمتهم جدا. هلا يعني انا شفت المواصف المقادير، القرع كمان اللي هو اللي هو الاصفر، هذا الكبير القرع، مش الاصفر مش اليقطين، وكمان اليقطين ممكن بس القرع اكثر، مع شوربه مع العدس كاتبه كانه في نعم يقدم. نعم هاي شوربه البروكلي مع الصنوبر مثلا. نعم نعم يعني ايضا لما نختار الصنوبر بدنا يكون الصنوبر ما له اي رائحه او مخزن، يعني يكون مخزن بطريقه كويسه. يعني بدنا ننتبه لكل الامور. هلا رح نستخدم فيهم في كثير من الوصفات مرقه الدجاج او اللحمه. هون بركز بانه الطبيعيه وليس المكعبات ابدا، لانه هاي فيها مواد حافظه. احنا بدنا نبعد القليل المناعه من اي مواد كيماويه او زيوت مهدرجه. لاحظت زيت الزيتون شغال، زيت الزيتون في كل الوصفات. نعم. طيب هذه الباستا والفاصوليا الحمراء. نعم. هلا في فاصوليا حمراء معلبه ما بتنصحي فيها طبعا؟ مو الفاصوليا، لا، لانه احنا كمان يعني احنا عم نحكي عن حاله مرضيه وكيس حساس جدا. فاحنا لما بدنا معروف بانه المعلبات مهما كان فيها مواد حافظه وممكن انها تاخذ كمان ولو تريسز كميات بسيطه من المعدن الموجود في العلبه. فاحنا بالتالي بدنا نبعده تماما عن اي ملوثات كيماويه او اي اضافات غذائيه. نعم. احنا شفنا 4 أنواع 5 أنواع شوربات للان. نعم. ان شاء الله يعني بوعد الساده المشاهدين انه نحطهم على ضمن برنامج يوم جديد، لانه احنا لنا موقع ضمن موقع التلفزيون الاردني. نعم. او لنا صفحه ضمن موقع التلفزيون الأردني راح نحطهم. طيب حقيقة بأنه هاي جربت على مرضى سرطان وكانت المناعة تكون منخفضة جدا. يحكوا معي بعد يومين يشكروني لأنه ارتفعت المناعة طبيا، يعني طبيا يفحصوهم يلاقوا. نعم نعم، يعني يكونوا عندهم لازم يعني يكونوا ياخذوا الجرعة الثانية مثلا أو الثالثة، فيكون يروحوا ياخذوا يفحصوا لهم المناعة تكون هابطة جدا فلا يستطيعوا منهم يعطوهم الجرعة، توجهوا إلى أعطيهم كان يمشوا، خاصة حليب الإبل، تركيز على حليب الإبل، كانوا يأخذوا 4 كاسات من حليب الإبل مع الوصفات هاي. فيروحوا على بعد يومين يجدوا أنه مناعتهم ارتفعت. طب حليب الإبل يعني مش سهل الحصول عليه مش هيك دكتورة؟ نعم، بس يعني في منتشر في عدة مناطق، خاصة مثلا في الجنوب متوفر، في عندنا بعمان في المناطق على طريق المطار بسحاب كله موجود، يعني بده مجهود انه الواحد يوصله. لكن طب يغلو ولا نعم ما يغلو؟ نعم. يعني الدراسة كانت تبعت البي اتش دي تبعت الدكتوراه كانت على حليب الإبل ومعاملاته الحرارية وحفظه بطريقة صحية وكل هاي الأمور. فالحليب الإبل هلا لما منروح أول إشي بدنا قدامنا ننظف الضرع اللي صاحب الإبل، بعدين تم عملية الحلابة في
أوعية بتكون نظيفة إحنا مجهزينها جايبينها معانا، معانا آيس بوكس نحط فيها هاي الزجاجات أو طبعاً ونغلقها، نغلقها ونحفظها مبردة، ناخذها على يعني على البيت أو للمريض مباشرة. ممكن المريض يأخذ منها بدون أي معاملة حرارية إذا كان بس ساعتين بين الحلابة وبين إنه الوصول وصولها. هلأ الكمية الباقية حتى أحفظها بالثلاجة بحط ميزان حرارة في بنحط الحليب في وعاء كبير من الستينلس ستيل ونحط فيه ميزان حرارة خاص للغذاء. بنجد لما توصل 72 درجة مئوية احنا بدنا نتأكد ان هون ننبه بانه حليب الابل ما بغلي، يعني مش زي الحليب العادي، يعني ما بنشوف عملية فوران فما بنعرف احنا امتى وصلت درجة حرارته، فبالتالي لازم نحط ميزان الحرارة فيه ل 72 72 درجة مئوية لثلاث ثواني، بطفي النار تحته، بسكره، بغلقه حتى يصير مناسب اني اعبيه ارجع بالعبوات الزجاجيه، بغلقه بحطه بالثلاجه، ممكن يضل من اسبوع لعشر ايام طازج. يعني الهدف من الغلي حتى يضل طازج مش هيك؟ حتى يضل طازج لانه في نوعين من البكتيريا ممكن تكون متواجده فيه وبالتالي ما بضل عندنا فتره طويله. نعم. بعد هيك نحطه بالثلاجه بس يبرد مباشره، بس نحسه فتر بنحطه بالثلاجه، ممكن يضل 10 ايام. نعم. طب هلا شورباتكم بدي اسالك، يعني بدي ارجع للشوربات، بنقدر احنا نشربهم طبعاً يعني طبعا طيبه جدا، يعني كل واحد بيقدر ياكلهم بالبيت وبرفعوا برفعوا المناعه، لان كلها يعني حاولت باني اعملها بطريقه كل ماده فيها عباره عن مضاد للاكسده. اليوم بدي اعمل شوربه اليقطين عشان عندي يقطين. برافو. هذه عندي وحده كبيره وعندي العدس، فراح اعمل شوربه واجربها واخبرك عنها. صحتين. فانا بدي اشكرك دكتوره سناء على هالمعلومات، بتمنى لك يعني صباح طيب ان شاء الله واجب. زي هالشوربات الطيبه.